السلام عليكم. بعدا الحديثة احنا كنا وقعت من ورا الفطور ياك. احنا كنا كنفطروا بحال هكا داش شي ساعه بحال هكاك شي ساعه ونص شويه كنسمعوا صداع في الموبيل, كنسمعوا صداع العيالات كيتغاوتوا وخرجنا نطلعوا تلقاو الدريه بلا راه طايحه. حنا هي كتكون في طابقه رابعه, حنا الثالث تروازيام هي كاتريام صافي لقيناها طايحه وكان ما عرفناش شنو هو السبب اللي خلاها دير بحال هكاك. حقنا حنا كنعرفوا بلي هي ضريفه وما عندهاش شي مشاكل عائليه, ما بين 18 بحال هكاك ما عرفتش بالضبط. لا هي باقا حيه من طاحت باقا تتنفس وجات جاو الامن كيف ما كتشوفوا والامبيلونس ومشات شي السبيطار مشى. ضريفه اللي سولتي الموبيل كامل يقول لك الدريه ضريفه وما تسمعوا على حتى شي حاجه ديال العيب. ما عندهاش مشاكل, هادشي علاش حنايا باقا مستغربين ما عرفناش كيفاش طاحت. يعني ما عندهاش شي مشاكل عائليه اللي يخليهم مثلا تنتحر ولا شي حاجه. كنسمعوا الغوت, كنسمعوا الغوت الدريات كيغوتوا علينا على المراه ديالي يلا يلا. ملي جينا كتذكر ديك الدريه خنسا راه لتحت, حنا ما نعرفوش ليه ضحك كتكرا طيحه لتحت, حنا كنسمعوا شي عافيه ولا شي حاجه. ملي كنشوفوا لتحت طال لينا هبط هبط كنجري لتحت هبط لقيت الدريه طايحه مجبده. هادشي اللي كاين, ما عندهاش شي مشكل, ما عندهاش مشكل نهائيا. انا كنت كنضحك معاك قبيله قبل المغرب تقريبا بواحد الساعه, قلت لي وصمتي هذا العام كامل, قالت لي راه نصمتو, قالت لي العام الاخر قالت لي رسمت فيه شي حاجه قليله ما صمتوش كامل. ماشي عندها شي مشكل نهائيا. والسيده جابتها على طلب منها هي, السيده اللي جابتها خاتها وجابتها على طلب ديالها هي, ماشي الدريه اللي جات عندها ولا شي حاجه. هي اللي جابتها ودخلتها لواحد المدرسه ديال الحلاقه وهاد الايامات اللي في وقت الحجر اللي في المنزل. هي من فاس, جات تقريبا شي عام دابا تقريبا ما جات. الجيران مزيان, الجيران مزيانين معاهم. الدريه زعما كاين مرتاحه, الدريه زعما كاين ديما راشقه ليها, ماشي شي وحده كاع اللي مقلقه ولا شي وحده زعما كاين اللي بين عليها القلق ولا شي توتر شي حاجه. حنا راه مشتركين معاهم تقريبا, حنا كيدخل عندهم كيخرج عندهم. دابا بهاد شويه اللي مع الحضر شويه ناقص الزياره. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.